تفاصيل القبض على محمود الصرخي الذي أثار غضبًا في العراق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ألقت قوات الأمن العراقية القبض على خطيب صلاة الجمعة علي المسعودي التابع للمرجع الديني الشيعي محمود الصرخي في بابل بعد دعوته إلى هدم المراقد والمزارات الدينية الشيعية باعتبارها مخالفة للدين الإسلامي وأغلق المحتجون الغاضبون في بغداد عددا من المساجد والمقرات التابعه للصرخي، كما أدرمت النيران بعدد منها في بغداد وعدد من المحافظات الوسطى والجنوبيه. وأمهل زعيم الطيار الصدري مقتضى الصدر الصرخي ثلاثة أيام للتبرؤ من المسعودي وإلا فإنه سيفاجئ إلى الطريق القانوني والشرعي العرفي حسب تعبيره. وبدأت القوات الأمنية العراقية حملة واسعة لاعتقال أنصار الصرخي وإغلاق مقراته بعد دعوة المسعودي كما أعلنت وزارة الداخلية العراقية في بيان نشرته وكالة الأنباء العراقية إغلاق مقر حركته التي وصفتها الوزارة بالمنحرفة وقالت الوزارة أنها تتابع بحرص ومسؤولية تعزيز الأمن والاستقرار والحفاظ على السلم المجتمعي والانفعالات الشعبية والتظاهرات التي انطلقت في عدد من المحافظات على خلفية دعوات وخطب مشبوهة تسطرت برداء الدين اطلقها نفر دار ومنحرف تخريبي وان تلك الدعوات تضمنت اساءات لعقائد ومشاعر المواطنين هدفها اثاره البغضاء بين صفوف ابناء شعبنا وتحقيق اهداف خبيثه غادرها العراقيون الى غير رجعه وأن وزارة الداخلية أغلقت مقر هذه الحركة واعتقلت بمذكرات قضائية المنحرفين المتجاوزين على المشاعر والعقائد لينالوا جزاؤهم العادل أمام القضاء. نشكركم على حسن المتابعة، فضلاً وليس أمراً الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس على الكل حتى يصل لكم منا كل جديد وحصري والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.